للسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم، فهم أحق بمائها ماء طابوا، وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين، فإن عادوا كانوا أحق بها. نعم، السابلة اللي هم أبناء السبيل، هؤلاء اللي يمرون على الطرق مثلا، مسافرون مثلا، وقفوا في مكان حفروا وجدوا ماء، حفروا بئرا، هذه البئر الأصل أنها لهم، الأصل أنها، لكن هم أصلا غير مستقرين، هم غير مستقرين، هم سابلة، يعني يسافرون يطلعون من مكان، كل يوم لهم مكان، كل يوم لهم. هذا البئر الذي حفروه مثلا وانتفعوا من ماء، تركوه ومشوا لغيرهم أن ينتفع بهذا البئر، لغيرهم أن ينتفع، لكن لو رجعوا هم أحق به. لماذا؟ هم الذين حفروا، هم الذين حفروا، فيكونون أحق به من غيرهم. نعم.